بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتمنى ألقاكم هذا الفيديو في حالة جيدة. المهم، هاد السيدة عندها هاد الناموسية بالمضربة ديالها، غير هي جامعها. المهم، باقا نقية شي حاجة زوينة رائعة. كتزاد اللي بغاتي تعليها تعليها، بغاتي تهبطيها تهبطيها. المهم، كاين هي بالمضربة ديالها، كاينة في كازا، كطلب فيها 1000 درهم. الرقم الهاتف 06-64-67-17-12. اللي بغا مرحبا، ألف مرحبا، اتصل على هذا الرقم وكاين التفاوض. والله يسر الجميع. السلام عليكم اختي. عفاك، عندي اختي واحد ماكينة الصابون، هيا نقية ما فيها حتى حاجة العيب، خدامة. هيا 7.5، 7.5 كيلو، ماركة ديالها جولد دايق، خدامة. هيا اختي، شي الدور هكوك، حتى حاجة العيب. نشافة اختي كذلك خدامة. تمام، ما فاتوش حاجه ديال العيب. هادشي فات العيبه ديالها. هيا تمام، ما فيها حتى حاجه العيب. هاي تمام، نقيه. ها التيو ديالها، حتى حاجه ديال العيب. باقا خدامه اللي بغاها. مرحبا بيه. هاي اختي مجلجه من الفوق. اللي بغاها مرحبا بيه. الثمن 650 درهم، 13000 ريال، 650 درهم. هاي الثمن 7.5 كيلو، الثمن 650 درهم. الهاتف 046-15-43-74، كازا الحي محمدي. شكرا، مبغاش حاجة، مرحبا بيه. السلام عليكم اختي. عفاك، عندي واحد الكاستري ديال 4 الريوس، عفيتو زرقاء، هاهي ومجهدة، فيه حتى حاجة العيب. هاهو اختي نقي، لينوكس ديالو نقي، هاهو على الشكل كيبان. ها هو اختي اللي بغاه، مرحبا بيه. راكي خدمت بريكه، حتى هو خدمت فيه ونخدمو بريكه، الا داك راس كبير اللي حكس ليا. ها هو اختي، ها هو، ها هو. هذا انت اختي راك دير ديك الطرطقه ديالو، ولكن ما عرفتش علاش ما كان خدام، ما عرفتش كيفاش معايا. ها هو اختي، ولا كان رغبتي. ها هو اختي شعل بهاد البريكه هادي، واحد اللي كيشعل بهاد البريكه. ها هو اختي اللي بغاه، مرحبا بيه، 350 درهم، ونقي خدام بوطه وبريكه. اللي بغاه مرحبا بيه، الثمن 350 درهم. هاهو اختي كاسرير بعد الكوانين، الثمن 350 درهم. الهاتف 046-15-43-74، كازا الحي محمدي. شكرا، مبغاش حاجه، مرحبا بيه. بسم الله، السلام عليكم. عندي هاد الصواني، هاهي الصينيه الكبيره ديال البراد والكيسان، والصينيه الصغيره هاهي غزالة، هي تنقول فيها 1000 درهم. راه الثمن جد مناسب، بالخصوص الصواني اللي فيهم هاد الشرافة، هما راه كيكونوا غاليين. هما مهم، 1000 درهم. عندي هادي هاد الطبيقة، حتى هي غزالة وثقيلة، ثقيلة وصحيحة. هانتوما هاد النقش فيها غزال، غزال نقش رائع رائع، كنقول فيها 400 درهم. هادي المهم اللي بغاهم، ألف مرحبا. رقم الهاتف ديالي 07-14-43-33-74، كازا وشكرا. السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. جبنا لكم هاد لاكولوغ، هذا اللي هو الباج طوب بالمطروز في الباج والتركوا والزرق والدوغي، يعني في الوان مختلفه اللي غادي يمكنكم الا بغيتو تزيدوا لي كاردو ولا لي بتيكوسا في اي لون من هاد الالوان، غادي يجي التفريشه ديالكم جد رائعه. فبالنسبه لهاد الدار البنات، فيها 10 المخاد ديال 90 على هاد الشكل، هذا مخده نص نص، والفاص الثاني سامبل، ودايره كلها بالكابلي والقالون والسانات. وبالنسبه لكالدو تا هما بالمطروز على هذا الشكل هذا،
أربعة بيهم وفيهم 12 متر ديال الطلميطه، كتفصليها على حسب عباراتك، واللي بقى لك راه كتزيدي لي بتيكوسه لي كالدو مخدات الى خاصينك كل وحده واشنو محتاجه. وبالنسبه للثمن البنات فهو ثمن جد مناسب، اللي هو فقط 1200 درهم. البنات 1200 درهم غادي تفرشي الصالون ديالك بالمطروز على هاد الشكل هذا الرائع. فاللي بغاتو مرحبا وألف مرحبا، تواصل معنا على 06-04-34-63-75، 06-04-34-63-75. فمرحبا وألف مرحبا بالجميع اللي كيسولنا فين كنتواجدو، فاحنا كاينين في مدينة الدار البيضاء، وعندنا التوصيل داخل كازا وخارج كازا وحتى خارج المغرب، كتوصلك لا كوموند ديالك كما شفتيها. فمرحبا بالجميع. بسم الله، السلام عليكم. عندي هاد السطله ديال النحاس، ها هي راها كبيره كبيره وثقيله، مستعمله كنقولها ونعاودها، نحاس مستعمل قديم مستعمل. ها هي من الداخل كنبين لكم انها كتستعمل ماشي الماء، يعني ما يعمرهاش الحمام، هذه تستعمل كشبو كاش فاز، دير شي فيها شي فاز ولا شي شجره ولا شي اي غرس بحال هكا، ولا ديكور في الدوش. المهم تنطلب فيها 350 درهم، الثمن جد مناسب. عندي هاد الديكورات الكريستال، هما هادو هما شوفوا البلاطو ديال المرايا، هذا راه ماشي بلاستيك، هذا بلاطو ديال المرايا، وهذا الكريستال، هذه كريستال هي كتعطي الالوان، هذه حتى هي كريستال. المهم كلهم كنطلب فيهم 250 درهم. هادو اللي بغاهم الف مرحبا، رقم الهاتف ديالي 07-14-43-33-74 كازا، وشكرا. السلام عليكم، كي داير اختي لاباس عليك؟ اش اخبارك؟ نتمنى اختي تكون بخير وعلى خير. اختي الله يجازيك بخير، وتكتفطلي عندك اختي هاد الفريتوس، الله يجازيك بخير. انت اختي عندي هاد الفريتوس، ها هي اختي راه باقا جديده هادي، ها هي بالنسبه للرحيل وداكشي كانت شويه بحال ضربت ليا شويه من هنا وداكشي، واللي بالنسبه للجدار باقا جديده اختي وكبيره هاد الفريتوس. هانتي من هنايا راه جديده، باقي عندها الوريقات ديالها. هانتي ها كيفاش كتسد، ها كتحل هكا وكتسد، ها هانتي كامله وكتعاود ترجع، ها هي ديالها. المهم ها هي اختي، ها الاسم ديالها سميت، ها كيفاش كتخدميها وكتريكليها على حساب اللي بغيتي نتيايا. المهم ها هي كاين الدجاج، كاين اللي بغيتي هنايا. المهم اختي وكاينه عندي هاد الثانيه، ها هي هاهي تاهي راه كبيره بحال ديالها كبير، هاهي مستعمله ولكن نقيه، خصها غير شي مسحه صافي. هاهي هاهي الكبر ديالها، ها الحجم ديالها، ها الاسم ديالها، ها هو يا اختي، هاهي كالوريك. هانتي شتي، هانتي اختي اللي بغى يخدمها راه خدامه، المهم اللي بغى يديها حتى نخدمهم ليها باش ممكن يديهم. المهم هاهي باش تتغطى وداكشي، هادو هو لي كاين. كاينه عندي اختي هاد الكرموسة، هاهي تاهي باقا نقية، باقا تقريبا جديدة، معنقولش المهم مستعملة ولكن راها باقا نقية وجديدة وزوينة، هاهي من الداخل ديالها نقي وزوينة، هاهي اختي ها كيفاش كتجي. المهم هانتي اختي بالنسبة لهادي الثمن ديالها 2600، الثمن رمزي 2600، بالنسبة لهادي 2000 ريال، بالنسبة لهاد الكرموسة 50 درهم، يعني 1000 ريال. اختي بالنسبة للثمن، بالنسبة للتليفون ديالي 06-76-04-08-17 دار البيضاء. المهم نعاود 06-76-04-08-17 اختي، ولا لك جزيل الشكر اختي، الله يجازيك بخير. السلام عليكم اختي، عفاك اختي عندي واحد الفران، ها هو التيفولي ديال الضو، ماركة تيفولي راه غنية عن التعريف، ها هو اختي شاعل فوق ولتحت، ها فوق ولتحت، ها هو اختي فيه فرفارة، ها هي الشكل ديالها، وفيه بولا لداخل، هاو اختي راه سخون قسما بالله اللي شانو عظيم تا سخون دابا، هاو فيه شبكة، فيه شبكة، وفيه اللاطة ديالو، ها هي نقي اختي من الداخل، فيه حتى حاجة العيب،
ها هو اختي ما في حتى حاجه العيب، المهم راه خدام ونقي وكبير. ها هو اختي، ها هو اختي فيه شويه من هنايا، ها شويه تشيل من هنايا اللي فيه، ماشي شي حاجه ولكن خاصنا نبينو اللي كاين، راه كيوقع لاي فران. المهم ها هو اختي راه باقي نقي ما فيه حتى حاجه العيب اختي. شي 50 يطرو، 50 يطرو ها اختي، 55 ومرات 50 يطرو ها اختي. الثمن ديالو 400 درهم، في بولا وفرفاره ودجاجه مضوبله، الماركه ديالو تيبولي. الثمن ديالو 400 درهم ها اختي، اللي بغاه مرحبا بيه. فران الضو تيبولي الثمن 400 درهم، من هاتف 0 40 15 34 74 كازا الحي محمدي، شكرا. بغيتي حاجه مرحبا بيه.